رياضيا، حافظ نادي حوف على صدارة المجموعة الأولى عقب تعادله الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام نادي ضبوط في اختتام مباريات المجموعة الأولى في بطولة الفقيد بن غدوين بالمهرة. وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم في المحافظة الاثنين عمر أن اليوم هو ختام الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في دور الفقيد بن غدوين، يتصدر نادي حوف بثمان نقاط، يليه نادي الجزع بسبع نقاط، فيما اكتفى نادي الأخوين بسبع نقاط، مؤكدا أن الجولة الخامسة ستشهد تنافسا بين المتأهلين من هذه المجموعات. نختتم الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في مدينة الريضة ملعب مخبال بدوري الفقيد علوي عقيل أحمد بن غدوين للشباب من مواليد 2001. وبهذه الجولة يكون نادي حوف متصدر المجموعة بثمان نقاط، وإليه نادي الجزع بسبع نقاط، وإليه نادي الأخوين بسبع نقاط. التنافس موجود، وإن شاء الله باقي الجولة الخامسة سيستمروا في التنافس لهذه من يتأهل من خلال هذه الناديين اللي يتأهلوا من المجموعة. طبعا الحمد لله نقطة ولا ماشي، ما قصروا الشباب كل شيء عملوه. طبعا الطرد للاعب أثرنا احنا شوية، الحمد لله على كل حال. العواض ان شاء الله في المباراه القادمه ان شاء الله امام الحزم ان شاء الله.